السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. التجارة تحدد موعد إكمال مستحقات الفلاحين وتعلن عن أسعار الزيت والطحين. حددت وزارة التجارة موعد إكمال مستحقات الفلاحين فيما أعلنت عن أسعار الزيت والطحين. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح أن الوزارة جهزت فلاحي 5 محافظات بكامل مستحقاتهم، مبينا أن الوزارة ستكمل مستحقات الفلاحين بالكامل بعد عيد الأضحى. وأضاف أن الوزارة وصلها مبلغ 200 مليون دولار لشراء الحنطة من الخارج، فيما عرضت أكثر من 30 شركة على العراق تزويد بالحنطة، لافتا الى ان العراق يستورد 1 مليون طن سنويا من الطحين الصفر. وتابع ان سعر كيس الطحين ارتفع من 35,000 دينار الى 45,000، مؤكد ان التجارة بادرت لبيع الطحين للمخابز واقل من 5,000 دينار للكيس الواحد، واشار الى ان سعر الزيت لا يتجاوز 2,500 دينار للعبوة الواحدة.